هذه نشرة جديدة من أخبار رواد اليوم، أهلا بكم وإلى عناوينها. قطاع البرمجة وتصميم المواقع ينشئ المواقع للراغبين ويلبي الطلبات. قطاع التسويق والمبيعات يطور أساليبه ويفتح باب التدريب في التسويق. تفعيل منقطع النظير في قطاع الاتصال لتحسين خدماته بتقنيات نوعية. ومن أبرز العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. البداية من عناوين الصحف المحلية، حيث عنونت صحيفة البيان برئاسة محمد بن راشد مجلس وزراء تسهيلات لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع. وفي عنوان آخر، محمد بن زايد حريصون على التنسيق مع الدول لمواجهة كورونا. ولتغطية ما يدور في مختلف قطاعات مجموعة رواد للأعمال، ينضم إلينا على مدار النشرة كل من مصطفى إسحاق من قطاع البرمجة وتصميم المواقع، وآية خالد من قطاع التسويق، وأخيرا هبة دهلي من قطاع الاتصال بعد قليل. يعمل قطاع البرمجة وتصميم المواقع على إنشاء المواقع للراغبين وتلبية الطلبات، حيث تعد الهوية الإلكترونية للشركات والمؤسسات من أهم عوامل النجاح والتميز في هذا العصر الرقمي. لهذا يعمل قطاع البرمجة وتصميم المواقع في مؤسسة رواد اعتمادا على فريق دعم فني عالي الكفاءة والخبرة على تلبية المتطلبات والاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، سواء للأفراد الشركات أو المؤسسات. التفاصيل مع مصطفى إسحاق بقطاع البرمجة وتصميم المواقع. إليك مصطفى. أجل منى، نحن متواجدون داخل إحدى قطاعات مجموعة الرواد للأعمال المهمة، هذا القطاع الذي يعنى بالبرمجة وتصميم المواقع. حقيقة نظرا للتطور في مجال الرقميات والعصر الرقمي، نجد أن المجموعة تطرقت أو عمدت إلى تطوير هذا القطاع الرقمي عبر فريق عمل رائد ومتميز في مجال الرقميات. لذلك كما نشاهد الآن في هذا القطاع المتميز باعتباره واحدا من القطاعات المميزة في سبيل العوامل، تحقيق العوامل التي تؤدي إلى النجاح والتطوير بالنسبة للشركات والمؤسسات. لهذا عمدت مجموعة الرواد للأعمال في تطوير هذا القطاع من أجل البرامج والأشياء التي تعنى بتصميم المواقع والبرمجيات لمواكبة هذا العصر الرقمي والتكنولوجي بطريقة متطورة وحديثة جدا. حقيقة هذا القطاع يقدم العديد من الخدمات التي تندرج عبر أربعة أقسام رئيسية، وهو قسم التخطيط الاستراتيجي الذي يقوم بتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مثل هذه القطاعات التي تعنى بالبرمجة وتصميم المواقع. بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها هذا القطاع أيضا، والتي تندرج في عمل المواقع والبرمجيات والتطبيقات أيضا، والتي تعنى بالموبايلات وتركيب الشبكات والأنظمة أيضا التي تتعلق بالإلكترونيات والبرامج التي تتعلق أيضا بصيانة المواقع والشبكات. هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يقوم بها هذا القطاع في مجالات متعددة تعنى في مجال تصميم المواقع أيضا وتركيب الشبكات وعمل تطبيقات بالنسبة للموبايلات وتطبيقات الحواسيب في مجال تصميم المواقع الإلكترونية والبرمجة ولغات البرمجة والعديد أيضا من المجالات الأخرى. بالإضافة أيضا إلى البرامج التلفزيونية الهادفة التي يقوم بها هذا القطاع في مجال تصميم المواقع والبرمجيات بكافة أنواعها، وكل ذلك بواسطة فريق عمل متخصص جدا وعلى قدر عالي جدا من الكفاءة والخبرة في سبيل التطوير المرغوب في مثل هذه الأوقات لمواكبة العصر التكنولوجي الحديث. لمعرفة الكثير حول هذا القطاع الذي يعنى بتصميم المواقع الإلكترونية والبرمجيات، دعونا نشاهد سويا هذا التقرير.
تقنية المعلومات هي استخدام التكنولوجيا والمعلومات لتطوير الأعمال والخدمات في مختلف قطاعات الأعمال وتحسين نمط حياة البشر في كل نواحي الحياة، ابتداء من استخدام البريد الإلكتروني ومرورا بالتسوق وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات أونلاين من أي مكان في العالم بكل سهولة ويسر وضغطة زر. من أهم ما يميز مجموعة الرواد هي إدراكها المبكر للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تقنية المعلومات، ولذلك قامت بتوظيفها التوظيف الأمثل من أجل خدمة أعمالها المختلفة ومتعاملينها والتسويق والإعلان لخدماتها وأنشطتها، بالإضافة لإدراكها لأهمية ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها منصات يجتمع العالم كله حولها، فقامت بالتركيز عليها وكونت فريق متخصص لإدارتها وعكس صورة متميزة للمجموعة عن طريق تلك المنصات. تعتمد مجموعة الرواد بشكل أساسي على التكنولوجيا في كل عمل من أعمالها، حيث قامت بتصميم مواقع إلكترونية تفاعلية على الشبكة العنكبوتية بصورة احترافية لكل شركة من شركات المجموعة، بالإضافة لموقع للتواصل مع العملاء لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم أو شكاويهم. وكذلك قامت بتطوير أحدث الأنظمة وقواعد البيانات باستخدام أحدث التقنيات ووفق أعلى المعايير العلمية وأفضل الممارسات العملية. وتتلخص الأنظمة في أنظمة طباعة المعاملات الحكومية، أنظمة التدقيق الحسابي، أنظمة التجارة الإلكترونية، أنظمة الموارد البشرية، أنظمة المبيعات والتسويق، أنظمة نقاط البيع والمخازن والمشتريات، أنظمة مراكز التدريب، أنظمة التوظيف، وأنظمة إدارة القنوات التلفزيونية والإنتاج الإعلامي، أنظمة إدارة حجوزات تذاكر السفر بالتكامل مع نظام الأمديوس، أنظمة إدارة الصالونات وحجوزات العملاء، أنظمة إدارة المهام والمراسلات، أنظمة كاميرات المراقبة، أنظمة التحكم في البوابات الآلية، أنظمة الاستقبال والتعامل مع الزوار. علماً بأنه يمكن تطبيق جميع هذه الأنظمة على أي شركة ترغب فيها حسب متطلباتها، حيث نؤمن بأن لكل شركة أو مؤسسة خصوصياتها في المتطلبات، لكنها لا تختلف كثيراً عن المعايير القياسية التي قمنا بتصميم تطبيقاتنا عليها. الاهتمام بالبنية التحتية كانت من أولى أولويات المجموعة لأنها تعتبر حجر الأساس لتطبيق تقنية المعلومات، فقامت المجموعة بتوفير أحدث أجهزة المخدمات والشبكات وجدر الحماية والطابعات والماسحات الضوئية وقارئات البطاقات الذكية. الفارق بين مجموعة الرواد والمؤسسات الأخرى هو وجود إرادة حقيقية وقوية من قبل الإدارة في تطبيق التكنولوجيا في كل أعمال الشركة، ووجود فريق تقني يعمل بحرفية عالية وتناغم، وتطوير جميع الأنظمة داخلياً وعدم الاعتماد على التعاقد مع شركات خارجية، تبني أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، والأهم هو الاهتمام بتدريب الموظفين على التعامل مع التطبيقات حسب ما تتطلبه مهامهم الوظيفية. يتمثل دوري في فريق التطوير بالمجموعة في تصميم المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة لعملي في التطبيقات المبنية على الويب، وذلك بتصميم واجهات المستخدم والتأكد من أنها صديقة للمستخدم وسهلة الاستخدام وتتوافق مع مختلف الأجهزة كالحواسيب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يوجد هناك علاقة بين تقنية المعلومات وقناة الرواد الفضائية، حيث تتمثل العلاقة في تقديم الدعم الفني لأنظمة القناة المستخدمة للبث. إذن كما شاهدنا سويا في هذا التقرير كيف يوضح لنا الخدمات التي يقدمها قطاع البرمجة وصيانة المعلومات بالنسبة للشركات والمؤسسات على مستوى الشركات والمؤسسات وأيضا على مستوى الأفراد في القطاعات المتميزة الأخرى، بالإضافة إلى هذا القطاع المتميز. هذا كل ما لدينا حول هذا القطاع. عودة إلى استديوهات RBC. شكرا لك مصطفى على هذا التقرير، ابقى معنا. ضمن الفعاليات الخدمية المتأهب لها في قطاع التسويق والمبيعات في مجموعة رواد، يفتح القطاع باب التدريب في التسويق، وهو مختص بتنظيم مجموعة من العمليات التي تكشف عن رغبات العملاء، كما يطور مجموعة من الخدمات أو المنتجات التي تشبع رغباتهم وتحقق للأفراد والمؤسسات العائد المادي والمعنوي المطلوب في فترة مناسبة، وتتخذ التدريب في التسويق خارطة طريق للراغبين في التحليق وتحقيق ما يليق. وللمزيد من التفاصيل حول آلية عمل هذا القطاع، أنتقل للزميلة آية خالد.
نعم منى، أنا الآن متواجدة في إحدى قطاعات مجموعة الرواد للأعمال، وبالتحديد قطاع التسويق والمبيعات. في هذا القطاع الذي يقوم المجهز بشكل كامل من الأجهزة الخاصة بالتسويق الإلكتروني والبروموشن والماركتينج وكل ما يتعلق بهذا الشأن، وكذلك يقدم العديد من الخدمات منها الاستشارات اللازمة للشركات والمؤسسات، وكذلك يقدم الخدمات التجارية والإعلانية، كما يقدم خدمات تدريبية للموارد البشرية فيما يخص مجال التسويق الإلكتروني والتسويق بشكل عام، كذلك يقدم برامج تلفزيونية بحلقات خاصة حول التسويق التجاري. وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الشأن، الآن نتابع المقابلة الخاصة بمسؤول الموارد البشرية محمد عيسى. في البداية نرحب بأستاذ الموارد البشرية في مجموعة الرواد للأعمال الأستاذ محمد عيسى ليحدثنا بالتفصيل حول قطاع التسويق والمبيعات. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بقناة الرواد الفضائية في هذا القطاع، قطاع التسويق والمبيعات. طبعا أنا في قسم الموارد البشرية، ولكن أقدم لكم نبذة تعريفية عن قطاع التسويق والمبيعات. قطاع التسويق والمبيعات يتبع هو من ضمن قطاعات مجموعة الرواد للأعمال. هناك أكثر من 24 قطاع لمجموعة رواد الأعمال، وقطاع التسويق والمبيعات هو مثله مثل كل القطاعات، ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية. هو قسم خاص بالتدريب، وقسم خاص بالاستشارات في مجال التسويق والمبيعات، وقسم خاص بالخدمات، خدمات التسويق والمبيعات، وقسم خاص بالبرامج التدريبية في مجال التسويق والمبيعات، وقسم خاص بالبرامج التلفزيونية في التسويق والمبيعات. هم 4 أقسام رئيسية: قسم التدريب أو البرامج التدريبية، قسم الاستشارات، وقسم البرامج التلفزيونية، وقسم الخدمات والأعمال. نحن في هذا المكان الحين وفي هذا الموقع في قطاع التسويق والمبيعات، تم تجهيز هذا الموقع بحيث أنه يكون غرفة عمليات للتسويق والمبيعات لمجموعة رواد الأعمال. نحن بنقدم هنا مجموعة من الخدمات. أول شيء هو يعتبر زي ما ذكرت غرفة عمليات لإدارة التسويق الإلكتروني، هو الديجيتال ماركتينج، كل أنواع التسويق عن طريق الديجيتال ماركتينج، سواء كانت الإيميلات أو التواصل الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينج عموما. ومن ثم هذا المكان أيضا يستقبل فيه المكالمات ككول سنتر لاستقبال مكالمات العملاء، وأيضا هذا المكان أو هذا القطاع مخصص لاستقبال الطلبات التي تأتي عن طريق منصة الدعايات والإعلانات ومنصة قطاعات منصة الطلبات الموجودة في موقع إلكتروني. طبعا نحن في الموقع الإلكتروني لدينا منصة خاصة تسمى منصة قطاعات الأعمال والخدمات، من هنالك يمكن لكل شخص أن يطلب خدمة. كل هذه الخدمات تأتي لنا نحن هنا في قسم التسويق والمبيعات، ومن ثم نقوم بتنفيذ أو توجيه هذه الطلبات إلى الجهات المختصة لتنفيذها. كذلك هذا القطاع يناط به أيضا إدارة منصات قنوات التواصل الاجتماعي. كل قنوات التواصل الاجتماعي أو حسابات التواصل الاجتماعي الموجودة لمجموعة رواد للأعمال يتم إدارتها من هذا الموقع بفريق عمل متكامل متميز يقوم بإدارة منصات قنوات التواصل الاجتماعي. أضف إلى ذلك يعني إضافة إلى إدارة منصات قنوات التواصل الاجتماعي، كذلك هذا المكان مخصص لاستقبال الاستفسارات، سواء كانت تجي عن طريق الإيميل أو الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى، أو كذلك الأشياء الطلبات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مجموعة الرواد للأعمال. نحن في هذا القطاع هو قطاع موحد للتسويق ومبيعات جميع قطاعات مجموعة رواد الأعمال، يعني سواء كانت قطاعات السفر والسياحة، قطاعات التوظيف، قطاعات التلفزيون أو الإنتاج الإعلام أو قطاع الإنتاج الفني، كل هذه القطاعات يتم تسويقها من هذا المكان، فهو الذراع التسويقي لمجموعة رواد الأعمال بقطاعاتها المختلفة. قطاع التسويق والمبيعات في بشكل مختصر لما ذكرنا ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية: قسم التدريب يقدم دورات تدريبية في مجال التسويق والمبيعات، هذه الدورات التدريبية تختلف يعني حسب، لكن كلها في قطاع التسويق والمبيعات، يعني دورات تدريبية للمسوقين، للمدراء التسويق، للموارد البشرية العاملة في مجال التسويق والمبيعات،
ويتميز يعني بالتعاون. طبعا دورات تدريبية يتم تقديمها بالتعاون مع أكاديمية رواد للتدريب، ونتميز نحن زي ما ذكرنا في كل قطاعاتنا بنقدم تدريب عملي ونظري في نفس الوقت. مجموعة رواد للأعمال أيضا أدارت لديها منصة لتقديم خدمات، منصة إلكترونية لتقديم الخدمات، تقديم الطلبة منصة إلكترونية لطلب الخدمات. هذه المنصة الإلكترونية تربط ما بين طالب الخدمة وما بين مقدم الخدمة. نحن هذه المنصة الإلكترونية ليست فقط يقدم يعني الأعمال التي تقدمها ليست فقط لمجموعة رواد للأعمال، وإنما حتى إذا كان هنالك أشخاص يريدون أن يتعاونوا معنا في تقديم خدماتنا يمكنهم التعاون معنا لتقديم خدمات بالنسبة لطالبي الخدمات. هذه المنصة تتيح أيضا إذا كان هنالك شخص مدرب في مجال معين يريد أن يتعاون معنا كتدريب لتقديم دورات تدريبية في مجموعة رواد للأعمال أو أكاديمية رواد للتدريب، يمكن أن يسجل معنا كمتعاون، ومن ثم إذا كانت لدينا هنالك أي جهات أخرى طالبة دورات تدريبية سواء كانت جهات حكومية أو خاصة نقوم نحن بربط هذه الجهتين ما بين المدرب وما بين الجهة التي تطلب التدريب. كذلك نفس الشيء في الخدمات الأخرى سواء كانت هنالك متعاونين كاستشاريين مثلا او كفريلانس يشتغلون في مجالات مختلفه يمكن ان يتعاونوا معنا في تقديم خدماتنا او تقديم خدمات للجهات الاخرى. هذا باختصار هو قطاع التسويق والمبيعات. هكذا كنا في قطاع التسويق والمبيعات مع مسؤول الموارد البشريه الاستاذ محمد عيسى الذي تعرفنا معه من خلال المقابله على اهميه التسويق الالكتروني في مجموعه رواد للاعمال، وايضا تعرفنا على نبذه تعريفيه حول ما يقدمه هذا القطاع من خدمات ومن استشارات لازمه لجميع الشركات. عوده اليك مره اخرى منى في استديوهات ار بي سي. اشكرك ايه على هذه الافاده، ابقي معنا. تفعيل منقطع النظير في أروقة مجموعة رواد للأعمال وبالتحديد في قطاع الاتصال بغية تحسين خدماته بتقنيات نوعية، وذلك لتحقيق سهولة الاتصال والتواصل بين قطاعات المجموعة من جهة ومع المتعاملين والمؤسسات الخارجية من جهة أخرى. فالقطاع هو المسؤول عن تنظيم الاتصالات داخل المؤسسات وخارجها وتأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الإمارات والإشراف على تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع لاستحسان رضا متعاملي المؤسسة وتطوير الإطار التنظيمي للمؤسسات بما يتطابق مع توصية الاتحاد الدولي للاتصالات. الزميلة هبة الدهرلي بقطاع التواصل والاتصال تفيدنا بمزيد من المعلومات، إليك هبة. نعم منى، نحن الآن متواجدون في قطاع الاتصال والتواصل في مجموعة الرواد للأعمال. حقيقة هذا القطاع يعنى بوسائل النقل، نقل الآراء، نقل الأفكار، نقل المشاعر، العلاقات بين الناس، يعنى بالمعنى الحقيقي للاتصال والتواصل مع الأفراد. كما يقدم هذا القطاع الاستشارات الاستراتيجية، أيضا يمكنه تقديم الخدمات، خدمات التواصل مع الأفراد ومع العالم الخارجي. أيضا يمكن استخدامه كاستوديو للتصوير وخدمات الورشات التدريبية. هذا القطاع كباقي قطاعات مجموعة الرواد للأعمال. لتفاصيل أكثر حول هذا القطاع نتابع التقرير التالي. بين التواصل والاتصال وبين المرسل والمستقبل تتداول المفردات لتعمل جملة وتفصيلا من أجل تنمية القدرات ولتأسيس محفزات الموارد البشرية للمشاركة. فالتواصل هو الاجتماع والاتفاق، هو ضد الانقطاع، وهو عملية إرسال المعلومات واستقبالها، ويعبر عن عملية تبادل الآراء والأفكار والمشاعر والمعلومات عبر الوسائط المتعددة. فيما مفهوم الاتصال وهو الالتقاء، نقل المعلومات أو الرسائل من شخص إلى آخر بهدف التأثير في سلوكه، ويتم ذلك عن طريق استخدام اللغة أو المعاني أو الإشارات أو المفاهيم. يعد الاتصال بين البشر من أهم ضروريات الحياة، حيث أنه يعمل على تفاهم الأشخاص مع بعضهم البعض، كما يساعد على تناقل الخبرات ووجهات النظر فيما بينهم. ف
فأهمية استخدام مهارات الاتصال للإنسان في أنها تعد إحدى الوسائل للتخاطب بين الأشخاص المختلفين. وتعتبر مهارات الاتصال أساس العملية التعليمية وعمليات البحث والتدريب، تعد إحدى الأدوات التي تساعد على التنسيق ما بين الأعمال الإدارية والنشاطات، سواء كان ذلك في المرافق التعليمية أو المصانع أو المؤسسات. وتعمل مهارات الاتصال على زيادة فعالية الأشخاص المشاركين في النشاطات التنموية، ودوراً مهماً في التحفيز على الإخلاص في العمل وزيادة روح الالتزام لدى الأشخاص العاملين، وتنمية قدرات الموارد البشرية لإكسابهم المهارات. وتلعب هذه المهارات دوراً مهماً في تنظيم الوقت ورفع الكفاءة فيما يتعلق بسريان المعلومات وتدفقها، وتدعم إدارة الأعمال التنموية وتطويرها بشكل فعال، تعد إحدى الوسائل التي تساعد على تحقيق الأهداف. مهارة الاتصال تلعب أدواراً عديدة في مجال التخطيط الذهني للمعلومات وعلى تبادل الآراء والأفكار بين الناس، كما وتزيد من فرص النجاح والتحكم في الظروف المحيطة بالإنسان. تساعد على تعلم المهارات وفنون الاتصال، وخصوصاً لدى الأشخاص الإيجابيين. تساعد على إنجاز علاقات العمل، وخصوصاً بين العاملين ورؤسائهم أو بين العمال. تساعد على منع ظهور الخلافات التي تظهر بسبب اختلاف وجهات النظر أو سوء الفهم. تساعد على السيطرة بشكل غير تام على الأشخاص المستمعين فكرياً وجسدياً، وتساعد على إقناع الآخرين بوجهات النظر. نعم، كما شاهدنا في هذا التقرير المعلومات حول هذا القطاع، حقيقة هذا القطاع يعنى بمعنى المعنى الحقيقي للاتصال والتواصل مع جميع المتعاملين، مع مجموعة الرواد للأعمال، مع أكاديمية الرواد أيضا للتدريب. هناك خاصية في التعامل مع جميع المنتسبين إلى هذا المكان. ندعو الجميع إلى التواصل والاتصال أيضا مع مجموعة الرواد للأعمال. والآن عودة إلى استديوهات RBC TV. أشكرك هبة على إطلاعنا بمستجدات قطاع الاتصال، والشكر موصول كذلك لمصطفى إسحاق وآية خالد من قطاعات مجموعة الرواد المختلفة. وتتابعون بعد الفاصل: التعامل باحترام في بيئة العمل ثقافة نهضوية تكرسها قطاعات المجموعة. ويأتي أيضا هازارد موسم الأول مع ريال مدريد سيء. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أسس التعامل بين الناس بشكل عام وفي بيئات العمل بشكل خاص مبنية على فكرة أن الحياة بمفهومها السامي أيقظت في النفوس حب التلاقي والوئام، ويمكن ترجمة ذلك في حياة الناس لتكون علمية منطقية لخلق تفاهم، وإن اتساع المدارك والمعارف يجعل تقبل الناس لبعضهم البعض باحترام آرائهم هو ثقافة أصيلة لنهضة المجتمع، خاصة في بيئة العمل التي تتطلب احترام الذات مع احترام الآخرين لآرائهم. فلكل شخص حريته باتخاذ قراراته، ويجب تشجيعهم جميعا على طرح آرائهم وإبداء الرأي بها. فالحرية إبداء الآراء والتشاور هي أنماط إنسانية راقية. التقرير التالي والتفاصيل. التعامل بمهنية في أوقات العمل مؤشر للنجاح المؤسسي، حيث يقضي الزملاء أوقاتا طويلة في العمل معا، ومن الضروري الحفاظ على المهنية والاحترام المتبادل خلالها فيما بينهم، وخلق مسافة للاحترام حتى لا تتداخل الحياة الشخصية والعملية، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم في محيط العمل بين الزملاء، مما يؤثر على جودة العمل. ومن التصرفات التي يمكن تجنبها خلال العمل بين الزملاء ما يلي: تجنب توجيه عبارات شخصية زائدة لوصف مظهر أحد الزملاء، الامتناع عن إعطاء ألقاب للزملاء، ضرورة احترام الوقت ومكان العمل، استغلال أوقات العمل لإنجاز العمل بشكل صحيح، عدم تضييع أوقات العمل بلا فائدة، تجنب إصدار أي ضوضاء لإزعاج الآخرين أثناء عملهم، وهذه مسؤولية مشتركة بين الزملاء، ويمكن إظهار الاحترام للزملاء في مكان العمل من خلال ما يأتي:
عدم إهدار أوقات العمل بالدردشة، عدم تبادل الأحاديث الخاصة بكثرة، عدم مقاطعة الزميل أثناء انشغاله بمهمة، الحفاظ على أماكن العمل المشتركة نظيفة ومرتبة. إن ضرورة الانتباه إلى نبرة الصوت ولغة الجسد بين الزملاء باختيار المفردات المحفزة التي تجلب السرور وتخلق مساحة كبيرة في بيئة العمل للتواصل بين الزملاء. ولذلك على الشخص أن ينتبه لأسلوبه في التعامل مع زملائه وردات فعله ونبرة صوته وإلى حركات جسده، فزملاؤه سيقرؤون أقواله من تصرفاته ولن يستمعوا إليها فقط إلا إذا كانت إيجابية وجاذبة. ومجموعة رواد للأعمال تكرس فكرة أن تبادل الأحاديث مع الزملاء في العمل يدل على رغبة الشخص بمشاركة زملائه والتفاعل معهم، وتحث منسوبيها على تقديم المساعدة في العمل، فيمكن أن يمر أحد الزملاء بمشكلة ما في العمل ويصعب عليه إيجاد حل لها لوحده، أو يمكن أن تتراكم الأعمال ويصعب عليه إنجازها في وقتها المحدد، فإن مساعدة زميل لزميله في حل مشكلته أثناء وقت فراغه يعد أمراً إيجابياً، فالتعاون بين الزملاء يساعد على تجاوز العقبات ويزيد من سرعة إنجاز العمل ويخلق بيئة من الود والمحبة كما يحدث في مجموعة الرواد للأعمال. والختام مع أنباء الرياضة العالمية، حيث وصف البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا الإسبانية، وصف موسمه الأول مع ريال مدريد بالسيء جراء لعنة الإصابات التي لحقت به، مشيرا إلى أن تقييمه يجب أن يكون في الموسم المقبل، حيث تعرض هازارد لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليفانتي في الليغا وخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة. وعلق هازارد قائلا: إن موسمي الأول مع ريال مدريد سيء، الحكم سيكون على ما أقدمه في الموسم الثاني، والأمر متروك لي حتى أكون في حالة جيدة العام المقبل. كما عبر عن خيبة أمله وحزنه فيما يتعلق بقرار اليويفا بتأجيل يورو 2020 قائلا: شعرت بخيبة أمل من التغيير الذي حدث، كنت أخطط للعب البطولة، إنه أمر محزن، أعتقد أنه صعب بالنسبة للجماهير كذلك، لكنني أعتقد أيضا أن هناك أولويات في الحياة. وحول إجراءاته الوقائية من فيروس كورونا أجاب: أنا بخير ودائما في المنزل وأعتني بنفسي ولا أحد يزورنا، أنا قلق كأي شخص آخر من الإصابة به أو نقله للآخرين، فهو الأمر الأكثر إثارة للقلق. وختم بقوله: لدينا من يهتمون بصحتنا، وأنا قلق على الأشخاص الذين هم أكثر ضعفا، حيث سيتسبب لهم الفيروس في المزيد من المشاكل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله في منازلكم مع عائلاتكم ومع أحبابكم وكل عزيز لديكم، إلى اللقاء.